استاذ احمد من الايوبيه اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعاد الله عليكم تلك الايام بالخير واليمن والبركات وعلي الاعوام القادمه ان شاء الله، وعلينا وعلى حضرتك يا فندم، حضرتكم وفريق العمل الله يرضى عنكم يا سيدي. فهم جنود بواسل في مواقعهم بصراحه، يعني يا رب يا رب الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليكم لنا يا دكتور، وانتم يعني ب ب ب ب يعني بتفلونا الله يكرمك بنبع عندكم. طب السؤال عشان نلحق العوائل، اتفضل. حضرتك احمد عروق من غرب شبرا الخيمه. حضرتك بس انا قمت من النوم عشان الصحه لله دي، فبعد ما صحيت حضرتك فوجئت باذان الاقامه، اذان الاقامه للفجر، وكان بالفعل قد اذن الفجر. وانت كنت ظان ان الفجر ما حصلش، واعتقدت انه ما ادانش يا دكتور خالص خالص، لكن فوجئت بعد ما خلصت في سحوري والحمد لله ونويت، فوجئت باذان الاقامه. وانت هل اكمل يومي ام لا؟ هجاوب على حضرتك يا استاذ احمد. شكرا استاذ احمد، كمل صيامك وان شاء الله صيامك يكون صحيح ان شاء الله.